السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركات العزيزات، أهلا بكم في قناتي، أهلا بكل المشتركات الجدد، وأهلا بكل اللي ما اشتركوش يشتركوا يفعلوا الجرس. واليوم بإذن الله راح ندير لكم لي كوكيز الشوكولا، يعني هي وصفة ماهيش تاعي، وصفة سلافة بالرامول، صديقة ليا في الفيسبوك، يعني ما شاء الله عندها دير أشياء روعة. نحط لكم الرابط تاع الوصفة تاعها وتزوروا قناتها وتشوفوا الأشياء اللي تدير، وهما يجيو بنان بزاف، يعني وصفة سهلة مش يعني، ولازم لها شوية أشياء. هنا عندي بيض وراني نكتب المقادير في صندوق الوصف، يعني وهذه الوصفة راني درتها قبل رمضان. عندي بيض، عندي زبدة، عندي سكر، عندي دقيق، عندي سكر أبيض وسكر بني، عندي لي بيبي دو شوكولا، عندي كاكاو، عندي شوكولا وجوز نديروه من الاخر، وعندي خميرة وفانيلا ورشة الملح ونسكافيه. ان شاء الله المقادير تلقاوهم في صندوق الوصف، ونحط لكم الرابط نتاع الوصفة نتاع السلافة بن رامول، يعني وزوروا قناتها. هنا عندي زبدة طرية، ندير مع هذيك الشوكولا شوية زبدة باش نذوبها، الزبدة نديرها دايبة بعدين في لي كوكيز. وما هي وصفة هايلة، جربوها بدون تردد. وبعدين ندير بيض وصفار بيض، كما قلت لكم المقادير تلقاوهم في صندوق الوصف. هنا ندير في البول تاع البيترا، ندير هذيك الزبدة اللي عندي، يعني هي فيها كمية من الزبدة، انا يعني خدمتها بالمارغرين، يعني وكي تكون بالزبدة هاي تكون احسن. نضيف هذاك السكر البني ونضيف السكر الابيض، يعني والكمية تقدروا ديروها سكر، إذا ما عندكم سكر بني ديروا سكر حبيبات أبيض، ونخدمهم بهذا الكا جيدا، باش بعدين نضيف البيض، يعني والكوكيز هم يحبوهم الأولاد. تخدموا هذا الخليط الزبدة والسكر الأبيض والسكر البني جيدا حتى يوليو كريميين، وبعدين نضيفوا وإن شاء الله تجربوها. وهذه السلافة كل وصفاتها ناجحة، يعني وتدير أشياء هايلة، الحلويات تاعها سيت اون فغي باتيسيير. هنا ديروا بالسباتول هذيك الزبدة باش تزيدوا تخدموها مليح قبل ما تزيدوا البيض، نحيوها على الجوانب كل مرة حتى ترجع لكم كريمية كيف هذا هكا. باش نضيفوا البيض، عندي بيض وعندي صفار بيض، أناني درت كمية يعني شوية كبيرة، نتوما راني نحط لكم الكمية اللي دارتها هي، وحتى الرابط تاعها يعني فيه الكمية أقل.
ضيف البيض تدريجيا ونخدم حتى نكملوا أكل، نضيف البيض وبعدين صفار البيض بالوحدة، وإن شاء الله تجربوا الوصفات اللي نحط لكم، يعني الوصفات اللي نحط لكم كل ناجحين، ما نحط لكمش حتى حاجة غلطة وبالمقادير مضبوطة. وعندي الكثير الكثير اللي نعلمكم فيه يعني، وبالتجربة الإنسان يتعلم. هاي كي الخليط لما ضفت له البيض لازم تخدموه جيدا حتى يتجانسوا البيض مع الزبدة و... بعدين عاودوا اخلطوا مليح، ومن بعد نضيفوا هذوك صفار البيض بيضة بيضة حتى يتجانسوا جيدا. بعدين نضيف الشوكولا، نضيف الكاكاو، هو فيها كاكاو فيها الشوكولا هذيك مذابة مع الزبدة، لازم تكونوا مغربلين هم من قبل وتزيدوا تغربلوا الكاكاو والدقيق. وكمية الدقيق يعني هي قالت باللي يمكن ما تكملوهاش كل، ويمكن على حساب الخليط بتاعكم يعني، وعلى حساب الدقيق بعض الأحيان يحتاج كمية أكبر وبعض الأحيان لا. انا ما كملتش يعني الدقيق كل تاعي، اضفت هذيك الخميرة اللي عندي والفانيلا ورشة الملح اي لازمة، اضفتهم ورديت الخليط ضربته جيدا باش يدخلوا. هاو الخليط اللي تحصلت عليه، هاي الدقيق ما استعملتوش كل. بعدين انا استعملت هذيك ملعقة الجلاس باش كل يجوني كيف كيف يعني، هي هكا دارت ودرت لهم يعني الفيديو بتمحالي، درت لهم لي بيبيت دو شوكولا والجوز مكسر خشين من برا، انا اللي كنت صورت وراح لي الفيديو درتهم هكا، ودرت لهم لي بيبيتو وشوكولا من برا مع الجوز. نحطوهم في الفرن، راني نكتب لكم حتى درجة الفرن و والوقت اللي ينضجوا فيه، ديروهم هكا وخليو الاسباس بيناتهم يعني، خليو الفراغ بيناتهم باش ما هم يزيدوا يطلقوا لما ينضجوا. وتقدروا ديروهم اصغر من هكا، وهنا بعد ما نضجوا هاهم فيهم الجوز ولي بيبي دو شوكولا وجاو بنان لأنه فيهم الشوكولا، أنا استعملت شوكولا نوار، ويجيو مقرمشين من برا وطريين من داخل. ننصحكم تجربوهم لأولادكم يعني، أشياء هذه مليحة في الدار، يفضل خير من الحلويات اللي تشترى ما على بالناش وش فيها خاصة هذا الوقت. وإن شاء الله تجربوهم وتحطوا لي، ونشكر سلافة بن رامون
على الوصفة، وإن شاء الله في وصفات أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله ما تنسونيش بالدعاء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله في وصفة جديدة من وصفاتي كما عودتكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.